تحضروا في هذا الشيء في الماستر شيف، انهم اشاك فوا كيجيبوك يعرفونا على دي غون شيف اللي كنستافدوا منهم وكناخذوا منهم المعلومات اللي تقدر تفيدنا قدام. شيف شعيب، شنو هي النصيحه اللي تقدمها للمشاركين والاطفال المساعدين ديالهم باش يشوفوا كيفاش؟ النصيحه الاولى اللي نقدم لكم هو انكم غادي تصيبوا شي حاجه اللي تقدموها للناس اللي كلاو لونتري دازو من الروبا برانسيبال شبعوا، بالتالي خصكم تقنعوهم باش ياكلوا. خذوا الوقت ديالكم تطبيق ديال لي روسيت لا باتيسري، تبغي التركيز وبون كوراج في هذه المباراه. شيف مروان بحال شيف شعيب النصائح ديالو ما يكونوا غير نصائح واعيه. اذا انتبهتوا مزيان النصائح ديال شيف شعيب بارك الله عليه. اذا هذا الاختبار حددته غادي تكون